العلاقات المصرية التنزانية علاقات وثيقة شهدت تطورا نوعيا خلال تاريخ مصر الحديث، بدءا من مساعدة مصر لتنزانيا للتخلص من الاستعمار ومشاركتها في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. التقرير التالي للزميل محمد الحمراوي يرصد أهم المحطات في تاريخ العلاقات بين البلدين، نتابع. لم تكن العلاقات المصرية التنزانية وليدة مرحلة أو عهد سياسي جديد، وإنما تعود تلك العلاقة بجذور تاريخية عميقة بدأت مع الجهود المصرية الداعمة لاستقلال تنزانيا عام 1961 من خلال سعي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لمساعدة الدول الإفريقية كافة على التحرر من الاستعمار وبناء إرادة إفريقية كاملة بعيدة عن الهيمنة والتبعية الغربية، والتي بدأت بتعاون عبد الناصر مع عدد من الزعماء الإفريقيين في مقدمتهم الرئيس التنزاني جوليوس نيريري ليثمر عن إنشاء أول كيان إفريقي موحد باسم منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963. ومنذ ذلك التاريخ بدأت مصر وتنزانيا مرحلة جديدة من التعاون في شتى المجالات، ففي عام 1997 وبناء على مطالب تنزانية بالاستفادة من الخبرة المصرية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الحرة، فقد تم الاتفاق على تسيير خط ملاحي منتظم يخدم حركة التجارة بين البلدين، يبدأ العمل فعليا عام 1999. ولم يتوقف التعاون بين مصر وتنزانيا عند التعاون المرحلي على المدى القصير فقط، لكنه امتد عام 2000 إلى وضع عدة اتفاقيات بين البلدين لإقامة مشروعات مشتركة تتحقق على المدى البعيد، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والتعدينية والزراعية. وباعتبارها إحدى أهم دول حوض النيل، فإن التعاون المائي بين البلدين دائما ما يستحوذ على جزء كبير من التعاون بين مصر وتنزانيا، كان آخرها تقديم مصر مجموعة من المنح لتنزانيا بلغت 6 ملايين دولار لإنشاء عدد من المشروعات التنموية في مجال الموارد المائية من خلال توقيع مذكرتي تفاهم منذ عام 2007 ومستمرة حتى الآن، والتي تتضمن حفر 100 بئر جوفي، كما تضمنت تدريب وبناء القدرات من خلال عقد دورات تدريبية للمتدربين التنزانيين. واليوم ومع اقتراب مصر من تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل ووجود إرادة مصرية تسعى إلى العودة للريادة الإفريقية، تأتي زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى عدد من الدول الإفريقية لم تغب عنها زيارة تنزانيا للتأكيد على أواصر التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة لحل أزمة سد النهضة من خلال حلول دبلوماسية إفريقية، وكذلك العودة إلى الاتحاد الإفريقي بعد غيابها عنه لأول مرة منذ 50 عاما.